السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن وفي هذا الفيديو المليء بالأحداث الحصرية. كما أشكر كل المتابعين الكرام على دعمكم المتواصل لقناتنا وأيضا تعليقاتكم المحفزة التي أقرأها بعناية. وحتى لا أطيل عليكم أترككم مع عناوين هذه الحلقة. المغرب يتجه نحو إنهاء الطوارئ الصحية في 10 يونيو. وكالة الأنباء الصينية تبرز كيف دعم المغرب والصين بعضهما في مكافحة كورونا. وزير الداخلية الإسبانية: العلاقة مع المغرب جد وثيقة ومهمة للغاية. تطورات جديدة في قضية دنيا بطمة وحساب حمزة مومبيبي. والآن أترككم مع التفاصيل. بات مؤكدا أن المغرب يستعد للإعلان رسميا عن رفع حالة الطوارئ الصحية، والتي أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عن تمديدها في وقت سابق إلى غاية 10 يونيو المقبل، نظرا للأوضاع المرتبطة بانتشار فيروس كوفيد-19 المعروف بكورونا. وحسب مراسلة لوزارة الداخلية موجهة إلى المصالح التابعة لها من ولاة وعمال توصلت قناتنا بنسخة منها، فإنه بداية من يوم 11 يونيو المقبل سيتم استكمال سريان الأجل القانوني للتصريح بالولادات والوفيات، بعد أن اعتبرت الفترة الممتدة ما بين 20 مارس و 10 يونيو فترة بيضاء، وهو الهامش الزمني الذي شهد سن الحكومة المغربية للمرحلة الثانية من الحجر الصحية. وفي انتظار الإعلان الرسمي عن رفع حالة الحجر الصحي والإجراءات المواكبة لذلك، فإن جل المؤشرات أضحت توحي بعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا بداية من 11 يونيو المقبل، لاعتبارات موضوعية متعلقة بالوضع الوبائي في المغرب الذي يعرف تراجعا كبيرا على مستوى معدلات انتشار الفيروس، إذ أن نسبة الشفاء تعدت 80%، كما أن عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج داخل مستشفيات المملكة اقتربت من النزول عن حاجز 1500 إلى حدود يومه الثلاثاء. في سياق مرتبط، استؤنفت عدة أنشطة اقتصادية وتجارية عملها منذ الجمعة الماضية، خاصة مقاهي ومحلات الوجبات السريعة، وذلك مع احترام للشروط الوقائية التي أوصت بها السلطات المحلية المختصة. كما أن الفترة الأخيرة شهدت التحاق عدد كبير من الموظفين بمقرات عملهم بعد أن اقتصر الأمر خلال الفترة السابقة على العمل عن بعد. وكالة الأنباء الصينية تبرز كيف دعم المغرب والصين بعضهما في مكافحة كورونا. أبرزت وكالة الأنباء الصينية شينخوا في تقرير نشرته أمس الاثنين كيف دعم المغرب والصين بعضهما البعض في مكافحة فيروس كوفيد-19 من خلال تبادل المساعدات في أوقات حرجة من تفشي الفيروس، سواء في الفترة الأولى بالصين أو في فترة الذروة في المرحلة الثانية في المغرب. وقالت وكالة الأنباء شينخوا في تقريرها بأن المغرب والصين عززا من تعاونهما بشكل كبير في مواجهة فيروس كورونا، إضافة إلى تعزيز علاقاتهما الثنائية في قطاع الصحة وقطاعات أخرى في إطار ما يعرف باتفاقية الحزام والطريق. وأضاف المصدر ذاته بأن المغرب كان سباقا لدعم الصين في جهودها لمكافحة فيروس كورونا المستجد، حيث تبرع بنك إفريقيا المغربي في أوائل شهر فبراير الماضي ب150 قناع طبي، إضافة إلى 900,000 من القفازات الطبية لفائدة مقاطعة هوبي الصينية. ومن جهة الصين تقول الوكالة، فإنه عندما احتاج المغرب إلى مساعدات طبية لمواجهة فيروس كورونا بعد أشهر قليلة، قام بنك التنمية الصيني بالتضامن مع الشعب المغربي بإرسال 98,000 قناع واقية، إضافة إلى معدات خاصة بالتنفس.
كما أنه في 20 مارس الماضية تضيف وكالة الأنباء الصينية قامت مقاطعة فويتشو جنوب غرب الصين بالتبرع لفائدة المغرب ب 15 ألف قفازا طبيا و 20 ألف كمامة، إضافة إلى 2000 من الألبسة الواقية الخاصة بالأطباء في المستشفيات. وأشارت وكالة الأنباء الصينية إلى أن الصين قامت في 26 من مارس الماضي بتنظيم لقاء عبر الفيديو مخصص لدول جنوب آسيا وشمال إفريقيا، شرحت فيه المجهودات التي قامت بها الصين لمكافحة فيروس كورونا، وكان من ضمن المشاركين في اللقاء مشاركون مغاربة. وأدرجت تصريح مسؤول بوزارة الصحة المغربية الذي اعتبر أن تجربة الصين في مكافحة الفيروس ملهمة. وقالت الوكالة بأنه على الرغم من أن وباء كورونا يعيق نوعا من التبادلات والتواصل بين البلدان، إلا أن مبادرة الحزام والطريق لا تزال تعزز التبادلات بشكل فعال في مختلف المجالات. وأشارت في هذا السياق إلى ما قاله المدير العام للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية في المغرب محمد توفيق مولين، الذي صرح بأن المغرب يشارك بنشاط في المبادرة المعنية التي تتأسس على التعاون بصيغة رابح رابح وتنمية القارة الإفريقية. وأشارت الوكالة إلى عدد من الأنشطة الثقافية التي نظمتها تمثيليات صينية في المغرب للرفع من التوعية بمخاطر فيروس كورونا، وأنهت تقريرها بتصريح ناصر بوشيبا رئيس جمعية التعاون الإفريقية الصينية للتنمية في المغرب، الذي قال بأن المغرب والصين يدعمان بعضهما البعض في معركة كوفيد-19، مضيفا أن مبادرة الحزام والطريق عززت التعاون الشامل بين المغرب والصين وقربت بين الشعبين. وزير الداخلية الإسبانية: العلاقات مع المغرب جد وثيقة ومهمة للغاية. أكد فرناندو غراندي مارلاسكا وزير الداخلية الإسباني أن علاقات التعاون بين إسبانيا والمغرب هي علاقات جد وثيقة ومهمة للغاية. وقال غراندي مارلاسكا مؤخرا أمام لجنة الداخلية في مجلس الشيوخ الغرفة العليا للبرلمان: أجدد مرة أخرى التأكيد على أن العلاقات مع المغرب هي ممتازة ومهمة وجيدة، وأقول إن كل شيء يمكن تحسينه، لكن العلاقات هي جد وثيقة ومهمة للغاية. وفي مجال مكافحة الهجرة الغير الشرعية، أكد غرانغي مارلاسكا الذي استعرض الخطوط العريضة لسياسة وزارة الداخلية في هذا الميدان أنه قام بعدة زيارات إلى المغرب وعقد العديد من الاجتماعات مع المسؤولين المغاربة في إطار التعاون الثنائي، مشددا على أهمية دور الاتحاد الأوروبي في هذه الجهود. وأضاف وزير الداخلية الإسباني أنه بفضل التعاون مع المغرب والدول الشريكة الأخرى نقوم بإنقاذ الأرواح كل يوم، وهذا واجبنا. يشار إلى أن عدد من المهاجرين الغير الشرعيين الذين وصلوا إلى التراب الإسباني عبر البحر سجل انخفاضا مهما قدرت نسبته بأزيد من 21% إلى غاية نهاية شهر أبريل الماضي، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019 حسب بيانات وزارة الداخلية الإسبانية. وقالت وزارة الداخلية إن عدد المهاجرين الغير الشرعيين الذين وصلوا إلى السواحل الإسبانية على متن قوارب بلغ خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2020 ما مجموعه 5068 مهاجرا، وهو ما يمثل انخفاضا مهما بلغت نسبته 21.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 ب 6429 مهاجرا غير شرعي. وأوضح نفس المصدر أن عدد القوارب التي وصلت إلى السواحل الإسبانية محملة بالمهاجرين الغير الشرعيين بلغ خلال نفس الفترة 261 قاربا مقابل 211 قاربا إلى غاية نهاية شهر أبريل من عام 2019، وهو ما يمثل زيادة قدرت نسبتها ب 23.7%. تطورات جديدة في قضية دنيا بطمة وحساب حمزة منبيبي.
أسدلت محكمة مغربية الستار على أزمة اتهام الفنانة المغربية دنيا بطمة في القضية المعروفة إعلاميا بحمزة منبيبي واتهامها بالنصب على المشاهير بتأييد المحكمة لإسقاط تهمة مشاركتها في النصب. وكانت المحكمة الابتدائية في المغرب قد برأت دنيا بطمة قبل أسبوعين من تهمة النصب عبر حساب حمزة منبيبي، لكن النيابة عادت واستأنفت قرار تبرئتها، إلا أنه بقرار التأييد الأخير قد حسمت المحكمة قرارها ببراءة دنيا بطمة في تلك القضية فقط. وبدأت قضية حساب حمزة منبيبي واتهام دنيا بطمة بتسببها في غضب عارم من قبل المواطنين المغاربة الذين تجمعوا في وقفة احتجاجية مطالبين بمحاكمة بطمة بتهمة الإساءة لسمعة المغربيات بقولهم وسختينا. وكان عدد من ضحايا حساب حمزة منبيبي قد نسقوا مع المركز الوطني لحقوق الإنسان في مدينة مراكش بالمغرب وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية ضد الفنانة دنيا بطمة، وسط مطالبات بتقديمها للمحكمة على خلفية تورطها في الحساب على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام والمخصص بالتشهير بالفنانين والعمل على ابتزازهم. وطالب عدد من المتظاهرين بضرورة القبض على دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام، واصفين إياهما بمافيا العقار وتبييض الأموال. وشاركت أيضا الفاشينيستا سلطانة الجزائرية في الوقفة بصفتها ضحية من الضحايا. واستدعت الشرطة المغربية في وقت سابق دنيا بطمة بهدف الاستماع إليها على خلفية حساب حمزة منبيبي على موقع الانستغرام، وسط نفي متكرر من قبل دنيا بطمة وزوجها محمد الترك بوجود أي علاقة لها بهذا الحساب. وكشفت التحقيقات عن تورط شبكة من الأشخاص بينهم أصحاب ملاهي ليلية بمدينة مراكش وعاملين بها، كانوا يطالبون زبنائهم بمبالغ مالية ويهددون بتسريب أسرارهم وصورهم، إضافة إلى استغلال الفتيات جنسيا حيث جمعوا ثروات بتلك الطريقة. وتواجه دنيا بطمة اتهامات أخرى يتم ملاحقتها فيها، وهي المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته. وأخيرا كان قاضي التحقيق قد أسقط منذ أسبوعين عن دنيا بطمة تهمة المشاركة في النصب وملاحقتها على ذمة اتهامات أخرى، مع استمرار وضعها تحت المراقبة القضائية بسحب جواز سفرها ووضع الكفالة المالية. إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الموجز، شكرا على حسن المتابعة، وإلى فيديو لاحق بإذن الله. أستودعكم الله، إلى اللقاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في قناتنا كوكب الفن.